السلام عليكم. تجربة إطلاق صاروخ اعتراضي إسرائيلي بمدى 150 كيلومتراً. لم تكن مشتركا فالقلم فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت شركة الصناعة الجوية الإسرائيلية البدء في إنتاج منظومة دفاعية جديدة يصل مداها إلى 150 كيلومتراً، ونشرت قناة كان الرسمية مقطع فيديو يوثق إطلاق صاروخا جديدا من طراز باراك اي ار، الذي قالت انه يسمح بالتعامل مع التهديدات الباليستية والمقاتلات والطائرات دون طيار والمروحيات، ويمكن تثبيته كذلك على السفن الحربية. واضافت القناة ان الصاروخ جزء من فئة صواريخ اعتراض للدفاع الجوي في نظام باراك، التي تضم ايضا صواريخ اعتراضية لمدى 35 كيلومترا و70 كيلومترا مناسبة للاستخدام على المنصات البحرية والبرية. وأوضحت أن نظام الدفاع للقاذفات الذكية يسمح بدمج مجيز من الصواريخ الاعتراضية المخثرة بمختلف المدى من طراز باراك وإدارتها بشكل مستقل بما يناسب كل مهامه، وكذلك عن اعتراض واستخدام جهاز تحكم واحد وقاذفات واحدة. من جانبه قال المدير العام للصناعة الجوية بوعاز ليفي إن هذه المنظومة تم تطويره استنادا لمواصفات منظومة باراك متوسطة المدى التي يستخدمها منذ فترة سلاح الجو وجيوش أجنبية في العالم. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.